أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات الأردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عامر. بداية يسعد مساك. أهلا سيدي. كلك سوداء يا سيد عامر، وحضرتك صاحب مكتب الدارين وبالتحديد في مأدبة. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبضة بسيطة عن حالك. أنا عامر الوداد، سكان مأدبة. تمام. فاتح محل داخل المجمع. خلصت دراستي تقريبا ب 2016، خلصت توجيهي. تمام. بعدين شقيت على الاختصاص الإلكترونيات، فظليت بشتغل بالمجال الإلكتروني أكثر من المجال العملي. نحكي الأكاديمية من حيث الدراسة من الشغلات هاي. فاكتشفت يوم من الايام اني انا عندي موهبه خلينا نحكي الالكترونيات، فاشتغلت بالخلويات. بعدها تفاجات انه المجمع المنطقه اللي انا فيها تفتقد لشيء اسمه مكتبه بيها خدمات العامه، ففتحت هاي المكتبه. نعم، بتوفيق. تعرفنا اكثر عن المكتبه، شو الخدمات اللي عم بتقدموها والوظائف اللي عم بتوفروها للزبائن؟ هسه المكتبه تقدم خدمات، خلينا نحكيها تقسم لقسمين، خدمات حكوميه وخدمات الخاصه. خدمات الحكومية هي المختصة بجانب الحكومة كامل، كان من خلينا نحكي كل الوزارات وكل الدوائر الحكومية. هسه حاليا صار كل شيء أونلاين، فإحنا قدمنا الخدمة هاي. المجال الخاص كمان مثل الشركات وال خلينا نحكي الأورنج ماني، المحافظ الإلكترونية، الشغلات الباقية كلها. فهاي المجالات. نعم، بس برأيك شو بيميزكم عن غيركم بهذا المجال؟ خدمات الإلكترونية زي ما حكيت لك. خدمات الإلكترونية صراحة صارت هسه شغلة مفيدة كثير وشغلة سلسة كثير كمان، وبتعطي كمان وجه حسن للمحل. يعني الناس بتثق فيك أكثر، صارت مش زي البضاعة لما مثلا يجيك شخص بده يحول مبلغ مالي. تمام. فبيعطيك إياه وانت بتوصل له، بتعطيه وصل هيك، شغلة صير فيها أمانة. نعم، بس شو رأيكم مستقبلي للمكتب؟ انتو شو حابين تعملوا قدام؟ صراحة أنا حابة أعملها أكثر من فرع، مش فرع واحد. أنا حابة أعمل داخل المادبة تقريبا 3 أفرع إلى 4 أفرع ان شاء الله. كل التوفيق. بس تحكي لنا اكثر عن ابرز المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال. كثير مشاكل. هسه صراحه بالاول، اول شغله واجهتنا فيها انه ما كان حد يعرفنا، وثاني شغله اللي كانت اصعب من الاولى اللي هي لما تيجي تقول له اعطيني الشغله اقدم لك اياها. انا عالم مش متطور عندنا كثير، كزي تحكي مثلا زي العاصمه، عمان موجوده الخدمات هاي كلياتن، وسلس تلاقي الواحد قاعد بالبيت بيعرف كل المجالات هاي. احنا ما تبعنا هون مجتمع عشاري شوي صعب الامور عنا، فلما تحكي له هات الورق بدي اقدم لك اياه انا من عندي من هون، فبيتفاجئ هو مش اللي بتعمل فيه. او تحكي له مثلا خلاص بيجيك مسج بتعطيه ورق، هو ما بقتنع بالشغلات هاي، وطول حياته مقتنع بشغله ورقه بين ايديه. تمام. بقدمها او معامله باخذها او ملف بنحط كذا، فلما تحكي له خلاص بيجيك مسج ما بصدقك، ما بيرد عليك، بتلاقي انه بيروح بضل يرجع لك بيروح. فهاي المشكله كانت تواجهنا. ثالث شغله هو الموقع. صراحه يعني موقع مش زي الموقع الباقيه، خلينا نحكي على شارع رئيسي على كذا، احنا مخذين طرف شوي. تمام. هاي المشاكل واجهتنا. نعم. ننتقل للجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا ستقول له؟ صراحه لي الشرف اني التقي فيه، وصراحه انا بفتخر وبعتز انه ان ملك وقائد كصاحب الجلاله الملك عبد الله. وثاني شغله يعني مش راح احكي له شيء، اللي بالعكس راح خلينا نحكيها من جانب الثاني، راح اظل اطلع عليه بفخر وامتنان. صراحه جلالته ما قصر ولا راح يقصر، وما شاء الله عليه. بس اكيد في حد ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لحتى توصل لهي المرحله، فدائما بتحب توجه رساله شكر ببرنامجنا. صراحه هم كنت بفكر بشخص، طلعوا اكثر من شخص، هم 4 أشخاص. نحكي أول إشي الوالد الله يطول بعمره وظل مساعدني دائما. ثاني شغلة إلي عم بعتز وبفتخر فيه لدرجة. ثالثا أخوي الكبير اسمه علاء ظل داعمني كثير. ورابعا صبيري تشتغل معي، صراحة ما قصروا الأربعة، دعموني كثير مش شوي لدرجة. بس كيف ممكن لسه مش هدين التواصل مع مكتب الدارين؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. أنا أكثر من طرق، أنا تقريبا من 5 طرق لـ6 طرق. ان الطرق الاولى موجوده على الجهاز الاتصال كالعاده. ثاني شغله الواتساب، طبعا الواتساب مفتوح 24 ساعه. ثالث شغله صفحه موجوده على الفيسبوك والانستغرام والتويتر والتليجرام، كل موجودين. احنا مادبه مجمع سفريات داخل المجمع بجانب موقف باص الشمال، مكان الهيئه السابق.
نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، أود أن أشكر السيد عامر على حسن استضافته لنا. على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا، إلى كنوات شاشتنا. علي أختي.